السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كيف ما تشوفون زهره جيت غفلتها جالسه في دار راسي، راه كتشوفي في السردين، حتى جيت غفلتها وهزيت الكاميرا وبديت كنكيمر عاد نصور عاد هي باش عاقت وعرفت شنو كاين. وهانتو معانا اخوتي تشوفوا الفيديو ديالنا البسيط، وكنتمنوا تقبلوا عليه. كنصور والله غير احط هذا شديك عليا. الله هاكم اخوتي، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، راكم مزيانين؟ نتمنى من الله تكونوا كامل مزيانين. وهانتوما راني سالي شويه السرديل، قلبتيها السرديل؟ فين هو اللحم؟ قلبت السرديل صافي، اللحم سالا وكمل. كيف ديس ان بابا كيف؟ ايوا نديرو سريديلات. قلت والو عن شوي شوي السردي يا دس اوب اوب جيف اندر واتر. مزيان حتى السردي راه مزيان والله الا راه تيا. طب الراس انا ما نشوي سردي والله خودي، دابا راه 10 سنين انا ما خليت شوايه. مره مشوينا؟ لا 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 مره شوينا حتى انا ما كان نشوي، لكن نشوي السردي الكبير، داك الحوت الكبير عاد نديرو في الجريل ونديرو في المقلة، قريل مقلة. ودابا قلت عنشوي دبر راسها. ها هذه الشواية مضخمة، صوري انا وشوي بدخانها، صوري الشارع باش يعرفوني في تنشوي. ها نزارة كتشوي في الشارع، راها ما عندها حرج. حرج انا اي خلوني نشوي، انا نشوي في الزنقة. انا اي بعدو مني، انا اي بعدو مني، نمشي لها الشارطة وندير شواية وكرسي. انا بغيت شوايه شوايه شوايه. اسفي اسفي اسفي. 100 ريال 100 ريال 100 ريال 100 ريال. راه لا غلا على مسكين. سيدي بوزيد سيدي بوزيد. راس اللفعه راس اللفعه. هي ما انا لصقت عا بشوي على السريديلات. انتو لصقتو؟ اي مشي عند داك هذاك ديالنا اللي تنجيبو منو الحوت، قال لي هي السردي الجديد، قلت لي مد اليوم عليا وعلى الشوايه. والله الا لا شوف تبارك الله الشحمه ديالو، هانتوما الشحمه نقلبوا عليها. اه اي واش كاين؟ تبارك الله. عبديه ولا ماشي عبديه؟ هو عبديه مع الشوايه هي. هانتوما الشوايه شوايه خوتي، الشوايه شوايه في بلجيكا. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. يبغي شوي يبغي شوي. ايوا خوتي ندوقو حنايا شوينا الحيمات، نشوو شويه السردي. السردي الحوت مزيان، دابا بنادم ياكل شويه من اللحم وشويه من الحوت وشويه من الدجاج خضره الفروي. البارح ما بارطيناش معاكم. البارح مشيت عند اختي عيطت علينا ثاني، ودرت انا وياها عيد، درت شفت واحد المقطع في اليوتيوب، درنا عليها فيلم قصير واحد دقيقه قصير. اوكزيتا ايوا درنا تما ثاني شوينا عدوزتها وانا واختي وراجلها، وقعدنا تما تلقوا لي 10 ونص 11 بحال هكا حتى غربت الشمس. تا غرب ويلي راه 11 عاد يجي لنا. وهنا عندنا الشمس حنا راه ما تغربت لا. وزوين الحال تما وفوجنا. ايوا اليوم قلت لها عيطت على جميله اختي دابا، قلت لها عاد شديري؟ قالت لي اه. قلت لها راني جايبه واحد الكيلو تاع السردين، تعالي كلي معايا. عاد شدت عليا في التليفون كما كنت عارف. واش اخوتي واش صرت تصورني؟ لا ما صورني، ها انت تشوفوني عاها. على الطبيعه على الطبيعه. وعندنا الحال سخون، انا بغيت عاج دادر ودنيا ما يكونوش دايزين. لا ما باينش، انا كنت ملي جيت طلعت عندك ما باينش، ما باين حتى حاجه، ما باينش حاجه، ما باينش. حافظني ربي. حافظك ربي، كولي سريديلات على خاطرك وديري. ويلي اخوتي هاد العام ما كاين مغرب، ما ناكلو حنا سردين؟ نموتو حنا، نموتو حنا. لا جاو نشوفوا واش نديروا معاه. سردي 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 شويه. عمري الناس جبال التحريره. واش كاين السوق ندير بيعه وشريه في بلجيكا ولا لا؟ مالي السردي راه كيديروا الحوت كواري، السردي الكواري وتيديروا التحريره، يديروا سميتو، يديروا الشلايد. الشلايد هذا الشلايد عرفت ليش شتها؟ انا درت على الدنيا كلها عاد تكوني شاهد. انت راه شميتي السردين وما وطار. الله الا قالت لي تعالي جي عندي بعدا نشوف السردين، قلت لي انا راجلي باقي ما تعشاش حتى نعشيهم. صح سوقت معايا نعشيهم، عشيتهم توت سويت ونط وقفت حدا شي موال فين كنجمعوا شويه على الطابله، ونبقاو نتحتوا عاد نوضوا ادغيا نط غسلت يديا ونط مسحت كل شيء. قلت لي غادي نمشي. يا كنتي قلت لي غادي معاك ولدك ديه. يا كي قلت لي بحال هكا. اه وانا راني محتله بشويه 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 حداش عرفتك عندي. حداش كاين دايرين عطاجين واللحم وداك الشيء. عرفت عادي. اللحم عينه منه. درتي اليوم طاجين؟ درنا الطاجين. اه مزيان الطاجين جا غزال وشويه ديال الفوق. درتي تي ولا
لا البرقوقتان غدا ان شاء الله، ويامس شوينه والنامس شوينه، يامس اللحم والنامس اللحم بزاف. درنا عطاجين عادي بشويه ديال اللحم وبالخضره، يجيو غزال جا غزال، تعشينا به وشويه ديال القطمان كانوا شايطين البارح حتى هو سخن تم حطيتهم. زالج واش لايضوا ها غزال ها رتي ناضيه او عبديه واجرك الله عبديه واجرك الله. تحيه للمغرب من طنجه للقويره ومن العالم حتى للعالم. تهلاي في المجيمر هي كلشي على المجيمر، كلشي على المجيمر مقيد در زوين زوين. واش عطيتي شحال طيب غير الكرعين ان شاء الله؟ عباكي الفاخر اني شريتها. واش حال هذه انت تقولي الكرعين من نهار جيت؟ غنشري الكرعين الله ما نديرهم في هذا السمار. اما نهار جيت للسين هادي وانا نقولوا غنشرو الكرعين تاع الغلم، غنشرو الكرعين تاع البقر، غنشرو الكرعين تاع الغلم. حيت انا في الليل نخاف لا يعود يطر لي شي مشكل. شوفي بحال دابا هي نهار الحد حنا مجموعين نديرو مع الصبحيه الصبح تنوضي وتردي بحال هاد الوقت ناكلو. يلا خوتي خواتاتي السلام عليكم، كي دايرين لاباس عليكم اموركم هانيه؟ خير مع الصحه مبارك عواجلكم، عيدكم مبارك سعيد اليوم في المغرب تبارك الله. راه الكباب والشويه والطحمار ديال الحاج وحنا راه بدلنا درنا السردين تبارك الله، والله الا فرحانه بهذا السردين الفته هو زوين. يومين هي 3 ايام وهي نتاع اللحم وقالت لك ما شفتش كولي اللحم اليوم ناكل السردينات. والله الا راه الشويان زوين كيجي غزال، الشويان تاع السردين حنا في المنطقه ديالنا في عبده في اسفي معروف عندنا الشويان تاع السردين ضروري في هذا الوقت بنادم راه مبرع بالشويان تاع السردين والحمد لله تبارك الله عليكم وخيركم في داركم. ايوا نديرو شويه دو بارده، شويه دو بارده عجين درتها مزيان هكا فرشي تاكل فرشي تاكل بي. راني تعشيت مع راجلي وعقوسي ناكل عم شويه ندير براسي نستناهم. هذاك راه كذبت حطت لهم دغيا وقيلا دكت ولا بجوج دقائق قلت لي انا غادي نمشي ناكل واحد السريديلات، قال لي سيري ماشي مشكل. ايوا كلشي مزيان انا عرفتها عاجيتها ماشي مشكل الحمد لله بسم الله بسم الله واخا يكون في دارك تندوق على القومي زوين سريديلات والله الا مبرر غزال شويه نيت زوين. يا خايك الله بنين وفيها 10 سنين ما كنت شويه انا غاش عندك الباكو لا انا كل لي تراسو اليوم راسو تا هو كان تاكل لي واحد مخيخ ما عطاش ناقصني ما كاين زوين هنا ما كاين شوف ما درتش بصله ناقصه من البصله هو السردين كيتمشى مع البصله كل خبز ها ياسين كل خبيزه هو اللي راح عطاه في الارض مفتوح وكياكل بالخبز كولي فيه ديال الحوت وباقي الخبز وباقي مسكين ماشي ديال الحوت. وخيركم في داركم اخوتي ومبروك حواشركم وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه والسلامه ومبروك حواليكم تبارك الله تبارك الله مقطع كلشي حداكم العام تبارك الله الناس عيدوا على خير وبخير عندهم حبابهم هنا من اوروبا وهذا داز العيد العام تاع هذا العام داز العيد غزال ضخم يلا عيطت لي نيت خالتي قالت لي يا داز على مزينات وقالت لي هذا العام تبارك الله حتى واحد ما لحمو كلشي معيد مزيان واخا الغلاها 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 الغلا ولكن كلشي معيد وكلشي الحمد لله وكلشي شرع لا لا تبارك الله. انا سمعتها في الخطبه قالت لك الحواله في المغرب قاعدين الشعب كامل تبارك الله لا قاعدين قاعدين حتى الناس اللي جاوا تبارك الله المغرب راه مضياف تبارك الله يا مولاي وعندنا احنا عندنا الكسيبه لا تبارك الله المغرب مضياف عزو ولادهم وهم كامل من برا ومن الداخل كل شيء خير موجود. تعالي قلتي تاكل قبل ما ناكل لك الحوت كامل وهذا الفليفله كتكون بحال كمخلة هادي زوينة حنا خوتي معروفين تناكلو البصلة البصلة تناكلو هاكا بالسردين وهاد البصلة راه جديدة شريتها من واحد الخضار هادي وقت البصلة في بلجيكي شريتها جديدة ديال هاد العام حنا خوتي تناكلو هوك البصلة تناكلوها بالسردين بحال هوك
ما نديروش الطاجين نقطعوه ما لقيتش هك 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 بصله هك 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 احط كتجي زوينه بس لو ما طاشك كتجي زوينه مع السردين. ايوا الحمد لله. يلا خذي راكي راكي مليديه وخيركم في داركم اخوتي خيركم في داركم وتبارك الله عليكم. بحال قدك بصله بحال قد باقي جديده باقي جديده وانا ما نهضش مطنطن يا ما خرجتيش تي لا 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 تصبح ما طلعتش تي انا خرجت داز نهار اليوم مطنطن وزوين الناس كلها خارجه اليوم غدا تكون شحال غدا يكون حار نهار الشتاء نهار السبت غتكون الشتاء انا من الصباح وانا راسي كيقول لي راه غد السبت شوف هاد الحماق اللي فيا اجي عندي دابا قالت لي دخلي المجمر راه تصب الشتاء غدا قلت لها تقولي لينا نهار السبت ذاكرنا في الطقس والعلم لله قالت لي عاد قالت لي قلت لها غدا الجمعه بنانينا وزاد بلا وزيد تنجيبو مرة أخرى تاني نديرو عندك الفوق تيا أجي تما زوين مع الطاولة ومع الطاولة مع كلشي شوية الماء عبد الرزاق خليا نمشيو سطا لهداك باكس سبور نورد قالك نمشيو سطا بارك ونمشيو باكس سبور نورد سطا بارك ممنوع ما عرفتمش انا واش تبقوا وقت ما عرفتمش واش تلقوا دابا الشويان ولا مازال هذا اسم كانوا مانعينو لا قال لي طلقوها ياك ونشوف شي نهار ندو شويه شويه من الحاجه نفتحوا الموعي ندو شويه ديالنا ونشوف مجموعي ان شاء الله. يلا خوتي نزارة باغا باغا تحدد وتاكل وتحدد خيركم في داركم سمحوا لنا على هذا الفيديو البسيط هانتم اخوتي انا راه عزيز عليا ناكل راس ديال تسدي سمحوا لنا على هذا الفيديو البسيط والعائلي وداكشي اللي كتب الله وريناه ليكم حياتنا البسيطه حنا كنشاركوها معاكم كنتمنى يعجبكم هذا الشيء وكنتمنى تبارطاجيو الفيديوهات وديروا لايك وابوني تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ودعموا خواتاتكم والله ينجينا وينجيكم من كل شر والله يحفظنا ويحفظ وليداتكم ويحفظكم جميعا. شكرا لكم خوتي حنا عندما خوتي راه شاركنا معاكم يعني داك الحاجه داك البسيط ديالنا يعني ما كاين لا ديري هذه ولا زوقي هذه البسيط لما عائليه لما عائليه انا واختي والعائله والحمد لله. شكرا لكم خوتي نتمنى من الله نعجبوكم وحنا عاجبينكم وانتم عاجبيننا وتبارك الله عليكم كل خير في دارو تبارك الله عليكم مع خواتاتكم العبديات من اقليم اسابيع التحيه المغرب من طنجة للقويره ومن العالم حتى العالم مرحبا بكم كاملين. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ما تنساوش لايك واحد كويس على المناطق.